فالذي لا يعتقد ختم الرسالة كافر. اللي يقول يجوز أنه يبعث نبي بعد الرسول هذا كافر، كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، كالقاديانية الذين يعتقدون نبوة غلام القادياني، والذين اعتقدوا نبوة مسيلمة ونبوة الأسود العنسي، ومن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يرتدون بذلك عن الإسلام. فإن تابوا تاب الله عليهم. طليحة الأسدي ادعى النبوة ثم تاب من ذلك، تاب الله عليه وقتل شهيدا رضي الله عنه. سجاح التميمية ادعت النبوة ثم تابت فتاب الله عليها. أما من ادعى النبوة أو صدق من يدعيها فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام، لأنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم.